انضم إلي الآن من لندن ديفيد معدن، وهو محلل أسواق مالية لدى مجموعة أكوتي. ديفيد، أهلا وسهلا فيك معنا. أسألك بداية، صحيح طلع بخوف باول أكثر من بوتين امبارح؟ ليس بالضرورة، لكن كنا أمام شخص أكثر تشددا، أي باول. يبدو أن السيد باول لديه خطاب متشدد جدا، والفائدة في أمريكا يمكن أن ترتفع إلى 4.4% أو 4.6%. هذا الأمر فاجأ الكثير من المتداولين، ورأينا هيمنة الدولار الأمريكي، ورأينا اليورو دولار يهبط إلى أدنى مستوى في 20 عاما، ورأينا تراجعا في الاسترليني، ورأينا S&P 500 يتراجع إلى أدنى مستوى في شهر. لكن S&P 500 والمؤشرات الأمريكية الأخرى ما تزال فوق قبل فترة، لكن نحن أمام اتجاه هابط يبدو في الأسهم الأمريكية. هو فعلا سمعنا من عدد من المستثمرين، ري داليو من بينهم، نوريال روبين، يتحدثون عن 20 30 و40% من التراجع على الاسهم. انا لا اطلب منك ان تخمن بالطبع، لكن كما قال باول، لا طريق بدون الم. كم من الالم علينا ان نتوقع الان اذا؟ كما قلت قبل قليل، ما رأيناه يوم أمس سيكون بداية رحلة هابطة. في يونيو ويوليو من هذا العام رأينا الناسداك والأس أم بي يتراجعان إلى أدنى مستوى في 18 أو 20 شهرا. هذا الأمر رأينا حركة غريبة في عائد العشر سنوات، ارتفع فوق 3%، وحاليا نحن أعلى من ذلك بكثير، والمتداولون سيدركون أن العوائد والفوائد ستسير إلى مسار صاعد، وفي الأسبوعين المقبلين يمكن أن نكسر الأرقام السيئة التي سجلناها في شهر يونيو. و طبعا هناك رفع الفائدة بتشدد، ويمكن أن نقترب من فترة نرى فيها توترات عالية وعنف أكبر في حرب أوكرانيا، وهناك عدم يقين بخصوص الطاقة يخيم على أوروبا، وهذا الأمر سيزيد من سوء المعنويات في السوق. يعني حاليا حيث نحن الآن لا نستطيع إلا أن ننظر إلى يعني إلى داخل هذا النفق المعتم، لكن لا شك بأنه في انفراج. مش أول مرة بتصير، يعني ما في شيء بيصير بالحياة لأول مرة بقى. إذا استندنا إلى التاريخ، كيف يبدو الخروج من هذا النفق؟ متى يأتي؟ للأسف لن نخرج من النفق لفترة من الزمن. سنرى 7 عمليات رفع فائدة كبيرة من الفيدرالي، وسنراقب مؤشر أسعار المستهلكين وأرقام التضخم، وعندما تتراجع ساعتها يمكن أن نرى النور أو الضوء في نهاية النفق إذا جاز التعبير. لكن الفيدرالي وما فعله هو تصرف كما تتصرف البنوك المركزية، هو أبقى الفائدة منخفضة جدا لفترة طويلة لأنه أراد تخفيض معدل البطالة، ونجح في ذلك. البطالة في أمريكا عند 3.7%، وكانت في وقتنا الأوقات 3.5%، لكن ثمن ذلك كان الوصول إلى التضخم عند أعلى مستوى في 40 عاما، ويبدو أن الفيدرالي سيواصل في عملية رفع الفائدة والتسبب بالألم للاقتصاد الأمريكي متعمدا كطريقة للضغط على الطلب. وبالتالي ما لم نرى تراجعا كبيرا في التضخم، أعتقد أننا سنظل في هذا النفق المظلم كما تصفينه. ديفيد، إذا كيف تتحرك بالمحفظة الاستثمارية الآن؟
بعض الفئات الفئات الأصول التي حظيت بالشعبية. كان هناك اتجاه إلى العملات ذات المخاطر المتدنية مثل الفرنك السويسري والدولار الأمريكي، والمتداولون يتجهون إلى الملاذات الأمنة التقليدية مثل الذهب. الذهب لا يقدم عوائد أو فوائد أو كوبونات كما هو حال السندات، لكن مع وجود ارتفاع في عوائد السندات عائد السنتين وصل إلى 4%، وهناك ارتفاع حاد في سند العشر سنوات. ولن أتفاجأ إذا رأينا المزيد من الأموال تتخارج من أسواق السلع ومن أسواق الأسهم والاتجاه إما إلى الحسابات المصرفية أو السندات الحكومية. يعني نتحدث عن كاش أو أقرب ما يمكن أن يكون للكاش في أوقات تضخم مرتفعة. طبعا هناك مشكلة، من يحصل على 4% على سند حكومي والتضخم هو فوق 8%، هذا يعني خسارة صافية وعائد سلبي بالقيمة الحقيقية. لكن إذا قارنت ذلك مع الخسائر في مؤشر ناسداك ليلة أمس أو مؤشر S&P ليلة أمس، وما يمكن أن نراه من التراجعات الكبيرة في أسواق الأسهم، بعض المتداولين أو المستثمرين سيركزون على الاحتفاظ بالأصول السائلة عوضا عن الانكشاف على أسواق الأسهم. ديفيد مادن، شكرا جزيلا لحضورك معي صباح اليوم.